في موكب إيماني مهيب دخلت الزيارة الأربعينية مرحلة الذروة مع اقتراب إحياء مراسمها الأحد المقبل من خلال اتساع أعداد الوافدين من الخارج لقرابة 3 ملايين زائر، وكذلك القادمون من المحافظات في ظل استنفار جهود جميع القطاعات الأمنية والخدمية. وتجاوز عدد الوافدين الأجانب إلى كربلاء المقدسة عتبة 3 ملايين زائر. وزارات الداخلية والدفاع والنقل والصحة والكهرباء والنفط والعتبات المقدسة والحشد الشعبي استنفرت جهودها لتأمين خدمة الزائرين المتجهين نحو الضريح المقدس لسيد الشهداء عليه السلام. فيما بلغت المواكب الحسينية أعداد المسجل منها داخل كربلاء أكثر من 13,000، منها 240 موكبا عربيا وأجنبيا. رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني ومن جهته حث على اتخاذ إجراءات مشددة للحد من الحوادث المرورية، لذا تم نشر مفارز مرورية على طول الطريق البري بين المنافذ الحدودية ومدينة كربلاء المقدسة، الأمر الذي أسهم بتقليل وقوعها فضلا عن تنصيب رادارات على طول الطريق المؤدية إلى كربلاء. وسجلت محافظة كربلاء المقدسة وعدد كبير من مدن العراق كرنفالا حسينيا قل نظيره في العالم، إذ سجلت أرقاما قياسية في الكرم الحسيني والسخاء العراقي الذي يعد ماركة مسجلة باسم الشعب العراقي. ويجسد المجتمع العراقي في أيام الأربعين المعنى الحقيقي للكرم والعطاء، ويظهر فيها أبهى وأربع السمات من المؤاخاة والكرم والإيثار بالمأكل والملبس وحتى النفس لما يقدمه للوافدين لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.